الهمة الهمة يا شباب. ما شاء الله، وش ذا المكان؟ الله يفتح النفس. شوف 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 الإطلالة. شايف؟ شوف القطيع هنا. ما شاء الله تبارك الله. والله مكان جميل. وين احنا فيه؟ احنا الآن يا شمراني وين؟ في تمنية. تمنية. الله تمنية. من أجمل الأماكن والإطلالات. في أبها. في أبها من ضمن أجمل. من ضمن أجمل. إيه صح كذا هي؟ إيه. يعني. صح. في عدد كثير من المطلات موجودة. صح. ما شاء الله تفتح النفس. والله مكان جميل وفقنا فيه والله. ترى مكاننا كويس. كويس. مكاننا كويس يعني. خلني بجيب باقي العدة أنا. يلا. هذا الكرسي حقي حلي بلي ذا الكرسي. أنا أعرف هرجة. يلا شباب نزل الأغراض. عجلوا يا شباب عجلوا عجلوا. يلا يلا. اي لا تشرب لا تشرب من فمه لا تشرب من فمه. آه. اي ليش عمراني ليش عاملته معاملة الله؟ المسلم لا يشرب من فم المطارة. المسلم لا يشرب من فم المطارة. المسلم لا يشرب 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 من فم المطارة. من فم المطارة. من فم المطارة. من فم المطارة. وش معناها هذه المسلم لا يشرب من فم المطارة؟ يعني ما يقعد ايش اسمه يحط فمه في هذه كذا. ايه لا يخلي بعيد لان الثاني بيشرب والثالث بيشرب والرابع بيشرب. صح. فما يصير انه هذا يشرب وهذا يشرب. طيب هذا موضوعنا الحين. لا مو موضوع. نزلوا غلط خلنا ورانا غدا ورانا ايش تبغون انتم؟ حسن سيدي حسن. سب البراد. سبحان الله لاحظ شيء في شمس الجنوب. وش الاجواء جميله لكن تحت الشمس الشمس قويه لكن اول ما تجي تفضل ما شاء الله الهواء مره عليل. هلا صدقت. وين صاحبنا حق الشاهي؟ الظاهر قاعد يطبخ مرق مو شاهي. والله اقول لك هذا بطلع عقيب. ارسل. هلا والله مضبط لكم بس نسيت الشغلات الزينه ذي. ما شاء الله ما شاء الله جماعه الخير. صلوا على الحبيب. صلي وسلم عليه. صلي وسلم عليه. شاهي ها محبوك حبك. يا سلام. منعنش نعنشه. الله. منعنع نعنعه. الله. لماذا يا يا ويحي تبغى من هذا ولا من هذا؟ هذا بدون سكر. هذا أنا. هذا الشمراني. الشمراني اصلا فيه شبه سبحان الله. سبحان الله. ايوه صح والله يشبه. يشبهني وانا صغير. سبحان الله. هذا ترى ابو عبد الهادي جزاه الله خير اهداه للشمراني. يا حبيبي يا اخي تبغى شاهي بدون سكر هذا بريقك. سالم هذا رجل. اي أيوة والله. والله رجل. والله. مع اني ما ارتاح له بس انه رجل. والله انه كفو. ها؟ اي والله انه كفو كفو كفو. والله انه كفو. يا اخي ترى كنت انتم تبالغون. لا لا. هذا حقيقي شباب بس سبحان الله اسمعوا الناجح احلى الفقرات حلوة خلابات فعاليات حلوة جدا احلى الفقرات شهيك شهيك قولوا ما خلق 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 هذا قولوا قولوا حيوا سكر الله ردوا التحية الله للمتعة هيا خلونا نشوف وش هو الجديد في كل مكان محبوب الله خلونا نشوف وش هو الجديد في كل مكان قرب يا بعيد قرب أو لا لا تكون عنيد قرب قرب وتلقى كل جديد ألا وكم مفيد فعاليات حلوة جذابة أحلى الفقرات ضحكة خلة الجو زين والوجيه سفرة الله يا سلام الله عليك الله عليك على طاري فعالية الصيف الأجواء الجميلة خلوا الجلسة هذه نرجع فيها للذكريات بس ما نرجع وراء لأنها هاوية والله يا هو شاهي يا نقيب بالله كيف والله شاهي يعني تسلم يميني والله يا تسلم يمين اللي سواه جزاه الله خير اللي سواه تسلم طيب ما مشكلة يا شيخ يعني أنت يا إبراهيم أنت يعني من اللي سواه طيب قلت ما في مشكلة يا شيخ يعني لا 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 تمدح نفسك خلنا حنا نمدحك يا إبراهيم أقسم بالله يا هو شاهي هنا طبيعي أنت سويته صح في المخيخ لا والله مو انا اللي سويته ها ليطمئن قلبيكما ايه اشوى قلبكما
الأستاذ سالم غصبا عنك ايش تقول فيه؟ هذا الرحال يا غصباً حبيبي عنك. هذا الرحال اللي ما يطلع معاه ايه؟ والله ما طلع معاه غصبا عنك غصبا عني ايوه ليه غصبا عني بالعكس ايش؟ محبة وأدب وبرضه غصبا عنك تقول فيه شيء؟ هذا 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 شيء مفروض بس انتهى ايه؟ يا حبايب القلب والروح مشاكلهم الجلسة هذه والله إنها كايفة ودي إنه أجمل وأغلى الأصحاب يكونوا معنا ويستانسوا معنا سهيل وقبال اي والله وليد وليد بصالح محمد عباس عبد الله حبيب نصي عبد الله عبد الوهاب السلمي جميع النجوم والشباب اللي معانا الا عبد الله العبودي يموت نبغاك من فحس ايش فيك ايش فيك ايش فيك انت ها ايش فيك فحسني هذا الولد لا يا اخي ما سوى لك شيء صلي على رسول الله شوف 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 مو اساس انك طلعت انت ويا المزرعه تقعد تشغلنا هذا شيء بينك وبينه نعم شخصيين احنا شيء بيننا وبينه شخصي موضوع شخصي اي شخصنا شخصنا هاني ما اخبر كذا انت ايوه بس انا مع صديقي هذا لا بس انت انت, انت, انت احنا جالسين هنا باقي اسبوع انا مع صديقي لين نرجع اسمع اسمعي لين نرجع بعدين احنا يسمونه تعرف ايش عيال مين احنا يسمون عيال المنجم ايش احنا يسمون عيال المنجم عندي خبر خذ الخبر انا الخبير بالحفر في منجمي طول الدهر واللي يعاند خطوتي يشبع قهر يشبع قهر مين هو اللي يعاند خطوتي العبودي شفت كيف لا انت اقنعناك اقنعناك طب انا ارد عليكم بالله ما ما, ما كان نفسك العبودي يكون معنا والله كان نفسك والله حتى اكبر والله حتى احنا بس العبودي ان شاء الله ان شاء الله في الايام القادمه نحاول ندفك يا شمران ونجيب العبودي 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 يا جماعه الخير اللي ما يعرف العبودي ودي استمعوا لا دام الدعوه كذا انا اشوف انه يعني هاني خلاص